كلام بقى ايه محدد جدا بارقام. تم القضاء على 53 شخص تكفيري، تدمير 378 وكر العناصر الارهابيه. دول حضراتكم اللي كان بيحصل، عشان الناس تقول لك طب هو ايه الفرق بين اللي بيحصل دلوقتي وبيحصل قبل من كده؟ قبل من كده كان ممكن تهاجم وكر اثنين بالكثير، انما النهارده انت بتعمل تمشيط، القوات بتتحرك بمنطق انه مش هنسيب مكان، مش هنسيب دخنيق، مش هنسيب مساحه ما الا ونروح نطمن انه فعلا ما فيش فيها لا اوكار ولا فيها اهداف ولا فيها TNT ولا فيها مصايب ولا الكلام ده كله.